الناس كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم تلاقينا فيديو جديده, الفيديو اللي غنديروا فيها مجموعين فطيره ديال التفاح. ها نتوما اللي مهتم بالامر ابقى معايا. المكونات ديال هاد الوصفه كنحتاجوا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده, كاس حليب, وعندنا هنايا 2 تفاحات مقطعين, كنحتاجوا 4 معالق كبار ديال الزيت نباتيه, كنحتاجوا خميره الحلوه ديال 10 غرام, وكنحتاجوا سكر فاني وبيضه واحده. الدقيق على حسب الخليط. المهم انتم غتشوفوا معايا شحال غيقضي ديال الدقيق, حيت ما نساوش النوعيه ديال الدقيق كتختلف. كنهرس البيضه. المهم البيض دائما كيكون على حسب حراره المطبخ. كنديروا 2 معالق كبار ديال السنيد ديال السكر سنيده, غنديروا 4 معالق كبار ديال الزيت نباتية, وغنخلطوا الكل. نزيدو سكر فاني, وغنخلطو, ومن بعد نزيدو كاس الحليب. غنضيفو كاس الحليب, وكنستمروا في الدمج. من بعد نزيدو الدقيق ديالنا, وهانتوما تشوفوا شحال من كاس اولا شحال من معلقه غندير. غندير كاس الاول ديال الطحين ديال الفرينه, هذا الكوب الثاني ما عمرتوش كامل, عمرت غير تقريبا فايت النص ديالو. غنشوف الى احتاج ليه مزال نقولها لكم. كما كيبان لكم لا باقي عندي هنا شويه دقيق, مازال ما درتو كامل, دابا مازال ما تخلط مزيان. دابا غنزيدو الخميره الحلوه, الخميره الكيميائيه ديال 10 غرام غنزيدها. تقدروا ديروا حتى ديال 8 غرام ولا على حسب زعما كاين النوعيه ديالكم اولا بشحال كيكون في الساشي ديال الخميره. انا عندي ديال 10 ضرب ديال 10. دابا غنكمل التخلاط. اما بالنسبه للدقيق صافي لا كافيني كاس, ونقدروا نقول كاس ونص. المهم دابا نخليو الخليط يرتاح, وغندوزو نستفو التفاح اولا التفاح نصطفو في المقله ديالنا, ومن بعد نبداو نطيبو فيه. المهم كنحتاجو المقلات اللي عندكم البنات. المهم انا عزلت هادي ديال الطفال غير ما تكونش كتلصق, ما خاصهاش تكون كتلصق. وكاع الا كانت عندكم زعما كتلصق شويه دهنوها بزويته ولا بزبيده, من بعد بداو ديرو. اول حاجه غنهزو السكر, غنهزو معلقه السكر, وغندردلوها كامله في السكر. ما نديرو السكر هو الاول باش هكا يكون عندنا هذا التفاح اللي غيكون في الاسفل يجينا معسل بركه. ومن تما كتبداو تحطوا زعما كاين الشرائح ديال التفاح بالشكل اللي بغيتو نتوما. المهم انا باني قطعت التفاح بزاف, يمكن غير وحده غتكفيكم بلاصه ما ديرو جوج, غير وحده غتكفيكم. كما شفتوا في اول مرحله درت السكر من التحت عاد باش نصيف التفاح. دابا غنهز عاوتاني السكر نديرو ليهم من الفوق قبل ما نكب عليهم الخليط. غنضيفو الخليط بشكل هانتوما, غنضيفو الخليط بشكل تدريجي. Thank you.
نهزو داك الباقيه اللي فقات ونعملو بها الفراغ اللي بانينا. البنات انا دابا حطيتها، انا غنحل عليها غير عافيه مهيله، ما تدوش عافيه مجهده. انا اخترت اني نحط في هذا اللي شويه كبير باش العافيه توصلها كامله، فهمتوا كيفاش؟ ماذا البنات المهم كانت ضروري ما كتغطيوها. ها هي الفوات متلف لينا مزيان، غنقلبوها. عرفتي ريحتها كتهبل، ريحه التفاح معسل، كيتشموا ريحه الكيكه اللي كنعرفوها. يا سلام. واحد شويه بغا نقلبوها، بقى شويه. المهم باقي لينا شويه هنايا غير تنشف غير تلد راسها هكا نقدو نقلبوها. اما كما كيبان لكم ملي كنديرو لها هكا راه كتحرك كامله، وحتى تقدو تجربوها بهذا. انا رجعت لكم دابا غنقلبوها. صافي ملي نشفات لينا هنايا انا غنقلبها بهذه، بهذه العيبه اللي دايره هكا، بلاتي نقص. بهاد العيبه هي اللي غنقلبها، كتجيني قده وسهله. كتجي هكا وسهله، زعما كاين باش تقلب. المهم انا تحيد لي هاد الطرف مي معليش. دابا ملي قلبناها غنرجعو نغطيوها تاني حتى تكمل الطياب ديالها ونتلاقاو في طريقه التقديم. البنات نسيت نقول لكم حاجه مهمه، ما تقلبوهاش على شي حاجه بلاستيك ولا سيليكون. انا نسيت وما رديتش البال مع كاين عندنا هاد السنينات لهنا، وبالسيليكون لاصقات لي شويه العجينه كما بان لكم ملي قلبتها. نتوما حاولوا تقلبوها، المهم انا هاد الخطا درتو دابا، حاولوا حتى نتوما ما تطيحوش في نفس الخطا اللي درت. هي الفطيره ديالنا من بعد ما حطيت هنايا باش نقدمها لكم، انا دهنتها بالعسل وغنزوقها مازال بالقرقع. تقدروا تخليوها غير هكا كتجي بنينه وزوينه، وانتوما كما كيبان لكم التفاح معسل. انا غنزيد نزوقها مازال غير بشويه القرقع. الحلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل من بعد ما كنقسموها. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم حتى نتوما تجربوها وتقولوا لي كيفاش طلعت لكم في التعليقات ديالكم. غير الاشاره هذا الفيديو كنصور لكم مره ثانيه على التوالي، صورت لكم المره الاولى. المونتاج اللي كندير ليه المونتاج مشات ليا الكماله ديال الفيديو، واضطريت اني نعاودها لكم حيت طلبتوها مني في التعليقات، وطريت اني نعاودها لكم هكا عيبان لكم بشكل مختلف. في بدايه الفيديو غتشوفوا انني حطيتهم على شكل هلالات، هنا قطعتهم ضبيبرات غير باش زعما كاين ما تقولش شنو واقع هنا. غير هو التتمه ديال الفيديو ديال الاول اللي صورت لكم ما لقيتهاش في المونتاج، قلبت ما بغاوش يتقاو ليا وعاودت صورتها لكم باش تعرفوا راسكم عزاز. نخليكم نتلاقى فيديو جديده. خليت لكم رحمه الله، مع السلامه.